دعت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لدى مشاركتها في الدورة العامة 17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، دعت إلى تبني اقتراح يتضمن صياغة أسس اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج العربية والدول الأورو متوسطية. وعلى هامش الاجتماعات التقت الدكتورة الفاضل برئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون في مجالات العمل البرلماني العربي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من الرباط سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل. أهلا بك دكتورة في نشرة الثالثة. وبداية، تهتم مملكة البحرين بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، فكيف يسهم اقتراحكم في دعم هذه الرؤية وطنيا، وما هي أبعاد هذه الاتفاقية من المنظور التشريعي؟ بداية أشكركم على هذه الاستضافة. الحمد لله المقترحات والأفكار اللي طرحتها في كلمتي بالجلسة الافتتاحية حظت بالترحيب والتأييد من قبل ممثلي الدول المشاركة، وأبلغت أنه سيتم تبنيها في البيان الختامي إن شاء الله، وهذا أكبر دليل على نجاح الدبلوماسية البحرينية في تقديم رؤى متزنة وموضوعية وذات صدى إيجابي. بالنسبة للاقتراح، الاقتراح ينطلق من بعد موضوعي، ومن بين أن عدد من هذه الدول الأورو متوسطية هي بلدان عربية تجمعنا معها قواسم مشتركة كبيرة. أيضا دول الخليج تجري مشاورات حاليا مع المملكة المتحدة والهند لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة، فلذلك هذا الاقتراح سيكون موضع بحث ودراسة لدى يعني الجهات المعنية، ثم يتم عرضه بالصيغة المناسبة على السلطة التشريعية في حال تبنيه. أما عن البعد التشريعي، الأولوية الحالية لدى الجميع هي مرتبطة بالملف الاقتصادي، والتعاون بين السلطتين يكفل إنجاز العديد من المبادرات الاقتصادية، ومن بينها فكرة هذه الاتفاقية اللي ستعود بالنفع على البحرين وعلى الدول اللي ستقوم بالتوقيع عليها في حال تبنيها رسميا. دكتورة، يعني تعتبر اللقاءات والتشاورات البرلمانية بالغة الأهمية لتوطيد العلاقات والعمل المشترك دبلوماسيا وتشريعيا، فما أبرز ما جاء في لقائكم مع رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة؟ طبعا كما نعلم جميعنا أن العلاقات البحرينية المغربية تتميز بالمتانة وتتميز بالصلابة، وهذه رؤية ملكية سامية نترجمها أيضا من مواقعنا البرلمانية. أنا يعني على تواصل مستمر مع معالي رئيس مجلس المستشارين، وفي هذه الزيارة وأثناء اللقاء أكدت لمعاليه الموقف البحريني الراسخ لدعم الصوت المغربي في القضايا اللي تبناها بالمحافل العربية والأجنبية، وعلى رأسها مغربية الصحراء، وأيضا فتح البحرين قنصلية عامة في مدينة العيون المغربية. كذلك تم الاتفاق على مواصلة التشاور من أجل سن تشريعات تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. نعم، من الرباط سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.